وضعت صباح اليوم إدارة الإقامة الجامعية الفنسرير بخنجلة جملة من التدابير الوقائية والصحية لفائدة الطلبة الجامعيين من نزلاء الإقامة، وذلك في إطار الوقاية من وباء كوفيد-19. تتمثل أساسا في تخصيص أجنحة للطلبة المرضى بأمراض مزمنة، وكذا إلزامية الغرف الفردية لبقية الطلبة، وكذا أجنحة أخرى للعزل الحالات المشتبه فيها. ووضع مخطط أمني محكم لاستقبال الطلبة وتطبيق التباعد بين الطلبة، ثم تخصيص جناح آل للعزل لا قدر الله وجود حالات مشتبه بها. كذلك تم تخصيص طابقين بالجناح آم للطلبة أصحاب الأمراض المزمنة، كما تم توفير بعض الأدوية الخاصة بهذا الظرف. الطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة ثاني درنا لهم جناح خاص بهم، وعندهم تبعوهم متابعة يومية باش نشوفوا الحالة تاعهم، خاطرش هما يحبوا بريزون شارج خاصة بهم. أما في مجال النقل فقد اعتمد أصحاب الحافلات على إجبارية توزيع كمامات ووسائل التعقيم، وكذا قياس درجة حرارة كل طالب عند الركوب. وقت العملية اليوم عملية نقل الطلبة من حي السعادة في مدينة وسط المدينة خنجلة إلى غاية إقامات ومراكز الدراسة. عملية التعقيم كانت يعني روتينية، كل طالب يركب في الحافلة يستعمل له جهاز قياس الحرارة ويعطى له معقم، وإن لم تكن له كمامة ستعطى له كمامة لتكون سلامته مع الحافلة أفضل. الإجراءات الاحترازية هذه خلفت جو من الارتياح وسط الطلبة وخففت من شدة الهلع، غير أن الجميع ملزم بالسهر على تطبيقها حرفيا.